جدة 1 شوال 1381 الموافق 7 مارس 1962. لم يكد ينتشر نبأ موعد وصول حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم عائدا إلى أرض الوطن سالما ومعافا حتى عمت الفرحة جميع أفراد الشعب وهرع المواطنون على اختلاف طبقاتهم إلى مطار جدة لاستقبال جلالته والترحيب بمقدمه. جدة الجوي. ونرى هنا فرقة الحرس الملكي أثناء قيامها ببعض الاستعراضات العسكرية على أرض المطار قبيل وصول الطائرة التي تكل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم. الملكية وهي نفاثة من طراز بوينغ 720 تابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية واستقرت في المكان المعين لها. جلالة الملك المعظم وأخذ يلوح بيده الكريمة ردا على تحية جموع المواطنين الذين علت هتافاتهم بحياة جلالته. وفي الوقت ذاته بدأت المدافع تطلق 21 طلقة كما بدأت فرقة الموسيقى تعزف السلام الملكي. وعند سلم الطائرة التف المستقبلون حول جلالة الملك المعظم يهنئون جلالته بسلامة الوصول. وكان على رأس المستقبلين أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة السفراء ورجال السلك الدبلوماسي وكبار رجال الدولة. انتهى كبار المستقبلين من السلام على جلالته حتى استقل جلالته السيارة الملكية وتوجه إلى قصر خزام العامر. نرى هنا الموكب الملكي السامي وهو يدخل بوابة القصر حيث كان في انتظار جلالته جمهور آخر من المستقبلين والمهنئين. الخميس 2 شوال الموافق 8 مارس شرف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قاعة الاستقبال في قصر خزام بجدة. ونرى هنا يمسك بيده الكريمة يد صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن مساعد امير حائل. وقد حضر للتشرف بالسلام على جلالة الملك المعظم اصحاب السعادة السفراء ورجال السلك الدبلوماسي. ونرى منهم السفير السوري والسفير الياباني وسفير الجمهورية العربية المتحدة والسفير الإسباني وسفير الملايو. وتقدم للسلام على جلالته أصحاب الفضيلة رجال الدين والوجهاء والأعيان والشخصيات البارزة. صح
صاحب الجلالة الملك المعظم يتجاذب أطراف الحديث مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير حائل. وهنا نرى السيد محمد الطبيشي رئيس التشريفات يصغي إلى سعادة السفير الإسباني لينقل حديثه إلى صاحب الجلالة الملك المعظم. بعد عصر اليوم نفسه الخميس الثاني من شوال استقل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم السيارة الملكية متجها إلى مكة المكرمة للاعتمار. المكرمة أقيم سرادق فخم كبير لاستقبال جلالته، وكان على رأس المستقبلين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعود أمير مكة المكرمة. ولدى وصول الركب الملكي السامي عزفت الموسيقى السلام الملكي، وأدت فرقة من حرس الشرف تحية لجلالته. وهنا نرى جلالة الملك المعظم جالسا في السرادق الملكي الخاص يصغي إلى أحد الشعراء، وهو يلقي بين يدي جلالته قصيدة نبطية ديوانية قبلت بالاستحسان والتصفيق. بعد استراحة قصيرة تناول جلالة الملك المعظم خلالها القهوة العربية والمرطبات مع أفراد الحاشية الكريمة، نهض جلالته واستقل السيارة الملكية متوجها إلى المسجد الحرام. كان الموكب الملكي الكريم يخترق في طريقه أقواس النصر والزينات المقامة على طول الطريق الطويل الممتد من البوابة إلى داخل المدينة، كما كان أهالي مكة المكرمة والبلدان المجاورة الذين هرعوا لاجتلاء طلعة جلالة الملك المفدى يقابلون موكب جلالته بالتصفيق الحاد والهتاف بحياة جلالته. عندما وصل الركب الملكي الكريم المسجد الحرام ترجل صاحب الجلالة ودخل حتى بلغ الكعبة المشرفة تتبعه حاشيته الكريمة، وسار جلالته حتى وصل الحجر الأسود فقبله ثم طاف بأرجاء البيت العتيق. عندما دخل الحرم الشريف احتشدت ايضا جماهير غفيرة من المواطنين الكرام الذين هرعوا لتحية العاهل السعودي. وما ان انتهى جلالة الملك المعظم من اداء العمرة حتى ركب السيارة الملكية عائدا الى قصر السقاف العامر. التي كانت تزدان بها شوارع مكة هذا النموذج المصغر لبارجة حربية كتب عليها صنعت بأيد سعودية، وقد خفقت فوقها الأعلام وتلألأت الأضواء. كما كان أفراد الجمهور الكريم يعبرون عن ابتهاجهم وفرحتهم بعودة صاحب الجلالة الملك المعظم بالنشيد والهز والرقص في الشوارع وفي الأماكن العامة. وصول صاحب الجلالة الملك المعظم إلى قصر السقاف أدت فرقة من حرس الشرف تحية لجلالته وعزفت الموسيقى السلام الملكي، ومن ثم اتجه جلالته إلى جناحه الخاص. وفي مساء اليوم نفسه شرف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم قاعة الجلوس بقصر السقاف لاستقبال وفود المهنئين القادمين للتشرف بالسلام على جلالته. أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعود وألقى كلمة رحب فيها بحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وأشاد بجهود جلالته في سبيل رفاهية شعبه وجمع كلمة العرب وتوحيد صفوفهم. بعد انتهاء البرنامج الخطابي نهض حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ودخل قاعة الطعام لتناول العشاء على المائدة الملكية التي أعدها على شرف جلالته نجله أمير مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن سعود.
وقد حضر المأدبة آلاف من الضيوف الكرام الذين قدموا للتشرف بالسلام على جلالته. نهض صاحب الجلالة الملك المعظم وغادر قاعة الطعام إلى جناحه الخاص. أما مكة المكرمة التي كانت تلبس أبا حللها فقد ظلت ساهرة طوال الليل ابتهاجا بمقدم جلالته. يوم السبت الرابع من شوال الموافق 10 مارس، أقام سعادة السفير الإسباني عميد السلك الدبلوماسي بجدة مأدبة عشاء فخمة على شرف حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في فندق قصر الكندرة. وبدأ أصحاب السعادة السفراء ورجال السلك الدبلوماسي يتوافدون واحدا تلو الآخر، وكان أول الوافدين سعادة السفير التونسي. تبعه سعادة السفير التركي. سعادة السفير السوداني. سعادة السفير الليبي. سعادة السفير الياباني. القائم بأعمال السفارات العراقية. سعادة السفير الإيطالي. سعادة السفير الأفغاني. سعادة السفير الصيني الوطنية. سعادة السفير الأندونيسي. سعادة السفير الكويتي. سعادة السفير الأردني. سعادة السفير الإيراني. سعادة السفير اليمني. سعادة السفير بورما. المضيف سعادة السفير الإسباني وهو الذي يرتدي المعطف الأبيض يسير مع أحد رجال السلك الدبلوماسي. وهذا هو سعادة السفير البلجيكي. سعادة السفير الملايو. سعادة السفير السنغالي.
سعادة السفيرة السويسري، سعادة السفير الجمهورية العربية المتحدة، سعادة سفير نيجيريا، سعادة السفير الهندي، سعادة السفير الحبشي، سعادة السفير الأمريكي، سعادة السفير الباكستاني، اكتمل عدد المدعوين وصل ركب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، فعزفت الموسيقى السلام الملكي وأدت فرقة من حرس الشرف تحية لجلالته في ردة فندق قصر الكندرة. تقدم عميد السلك الدبلوماسي بجدة السفير الإسباني واستقبل صاحب الجلالة الملك المعظم. تقدم سفراء الدول ورجال السلك الدبلوماسي للتشرف بالسلام على جلالته. التشريفات الملكية السيد محمد الطبيشي يقوم بترجمة ما يدور من حديث بين صاحب الجلالة وبين صاحب الدعوة سعادة السفير الإسباني. وهذه فرقة دار الإذاعة السعودية بجدة المؤلفة من 31 عازفا تعزف لجلالته وللمدعوين بقيادة السيد طارق عبد الحكيم، وقد ظلت هذه الفرقة تعزف ألحانها الجميلة طوال الحفل. بعد استراحة قصيرة نهض جلالة الملك المعظم يتبعه أصحاب السمو.